السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء والضيوف الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الرئيسي المهم ضمن فعاليات القمة الحكومية الثانية، والتي يتحدث فيها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، والذي يتناول موضوع الشراكة والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية. هي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لا تقبل إلا بالرقم واحد. هي حكومة سخرت كل إمكانياتها للوطن والمواطن، وبهذا أصبحنا من أسعد شعوب العالم. هذه السعادة التي لا يمكن لها أن تتأتى إلا بشعب استثنائي يؤمن بالولاء والانتماء للوطن وللقيادة. فلنرحب جميعاً أيها الحضور الكريم بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وليتفضل سموه بالصعود إلى المسرح للبدء بالجلسة الحوارية. الله يطول عمرك. طول عمر، نحن طبعا وايد سعداء بوجودك معنا في هذا اللقاء الثاني في القمة الحكومية في نسختها الثانية. نبدأ طال عمرك بمجموعة أسئلة. السؤال الأول، المجلس الوزاري للخدمات يعد بمثابة الجهاز التنفيذي لمجلس الوزراء، ويتولى أيضا متابعة الأداء أو أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية تحديدا، أيضا دراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. طال عمرك، من خلال ترأسك للمجلس الوزاري للخدمات، ما هي القضايا ذات الأولوية التي تقع على قمة أجندة عام 2014؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، الحضور الكريم، في البداية أود أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله، وتمنياته لكم بالتوفيق وأعمال هذا المؤتمر بالنجاح والسداد إن شاء الله. قبل عام تقريباً في هذا المؤتمر، سمو الشيخ محمد ذكر جملة قال: أطلبوا المركز الأول فأنا وشعبي نحب المركز الأول. بعد مضى تقريباً سنة، فازت دولة الإمارات ومدينة دبي بأكبر معرض في العالم للثقافة، وهو معرض إكسبو، وهذا دليل ناجح لتميز دولة الإمارات، ودائما طموحها في المجالات وجميع الأصعدة سواء كانت على المجال الدولي أو المحلي، وهذا يعطي دافع دائماً للمسؤولين وللمواطنين والمقيمين أنهم يتميزون في عملية النيل في المراكز المتقدمة والأولى. قبل أجاوب أخ عبد الرحيم على السؤال، مهم أن نذكر بعض الأشياء المهمة اللي يجب أن نركز عليها. إسعاد المواطن والتواصل معه في جميع الأصعدة، ومن ثم مطالبة المسؤولين والوزراء بأن
يتابعون العمل بشكل مباشر والنزول إلى الميدان، وهذا طلبنا منهم قبل سنة تقريباً، ولكن الآن مهم أن يجب يكون في معايير تقييم الوزارات نزول الوزير إلى الميدان والنقاش والحوار مع المواطنين بشكل مباشر. بناء على السؤال أخ عبد الرحيم الأول، مجلس الوزراء للخدمات يجتمع تقريبا قبل كل اجتماع لمجلس الوزراء، ولا لا نتخذ في قرارات، ولكن يتم نقاش جميع المواضيع لأغلب الوزارات المعنية في المجلس الوزاري، ونقاش مفتوح ومطول وواضح وصريح، وكل وزير ومسؤول يقول رأيه بشكل واضح ونتفق، وبعد ما يكون في اتفاق كامل يرفع لمجلس الوزراء ويتم اعتمادها من سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد في مجلس الوزراء. العمل مهم أن يكون في نقاش كامل، ومن ثم يرفع هذا الموضوع لأصحاب القرار، وضمن أيضا خطة واضحة لدولة الإمارات واستراتيجية دولة الإمارات بقيادة صاحب سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ محمد، الرؤية واضحة. إذا الرؤية واضحة عند كل مسؤول أو وزير تكون الخطوات المستقبلية أسهل لاتخاذها، والواحد يعرف الاتجاه اللي ماشي فيه. طال عمرك تمويل الخدمات الحكومية من خلال الميزانية الحكومية والتي تساهم فيها الحكومات المحلية، نحن نعلم بأن سموكم يترأس جهاز الإمارات للاستثمار. طال عمرك لو تعطينا بس نبذة عن دور هذا الجهاز المهم في دعم الميزانية الحكومية لدولة الإمارات. الجهاز الإمارات للاستثمار أنشأ في تقريبا قبل 6 أو 7 سنوات بتوجيه سيدي صاحب سمو رئيس الدولة وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وفي الوقت الحالي الجهاز هذا فقط يستقطب الأموال الفائضة من الميزانية الحكومة الاتحادية ويستثمر في محافظ مؤسسة جهاز الإمارات للاستثمار. أما الأموال والأسهم وممتلكات الجهاز هذا بممتلكات الدولة طبعاً، ومن ثم بعد فترة معينة ممكن يكون رافد لدعم الميزانية الاتحادية، وهذا جزء مهم جداً أن تنويع مصادر الدخل للدولة وميزانية الدولة بحيث أن تكون في مؤسسات استثمارية تستثمر وتدار بشكل سليم للمستقبل، وممكن يكون في عوائد وإيرادات للدولة. طال عمرك انطلاق مبادرة رئيس الدولة حفظ الله عام 2005 للمواطنين ينعمون، طبعا منذ ذلك تلك المبادرات التي أطلقها رئيس الدولة في عام 2005 ينعمون بكرم العيش وترسيخ دعائم استقرار أسري واجتماعي لهم. ما هي أبرز المشاريع التي نفذتها المبادرة، مبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة في مجال البناء التحتية؟ مبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة مركزة في مجالات عدة، والمجال الأخير واللي أنا بصراحة كنت فخور منه كان في مجال قطاع الصحة وبناء مستشفى. وعند زيارتنا ويا صاحب السمو حاكم أم القوين في مستشفى الشيخ خليفة في أم القوين، التقينا. طبعا المستشفى كان مفتتحينه قبل فترة ب4 شهور أو 5 شهور كان شغال، ولقينا المسؤولين والأطباء
والممرضين أو ممرضات فيها نسبة كبيرة من المواطنين، وهذا مفخرة لنا نحن أن في مبادرات تنشأ وتدار من أبناء دولة الإمارات في قطاع طبي مهم. القطاع الطبي مهم جداً لدولة الإمارات، وفي نفس الوقت التجربة هذه جيدة لأن كانت في شراكة بين القطاع الخاص ومبادرة رئيس الدولة. فالقطاع الخاص أو المستشفى اللي تم ترسية مناقصة إدارة المستشفى قدروا يوظفون مواطنين مؤهلين في تخصصات جيدة للعمل في المجال هذا، فهذا مهم جداً. وأما فيما يخص البنية التحتية سواء طرق أو المساكن الشعبية أو إحلال أو صيانة أو تحسين بعض المناطق، تشرفنا بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد وتابع مشروع المناطق في الساحل الشرقي لمساكن المواطنين، وتابع السير في العمل سواء كانت في المدارس أو المساكن الشعبية. وأصبحت المساكن مساكن فيها استدامة، أن تكون المساكن هذه تعمر فترة طويلة. مفهوم أن البيت قبل ينبنى وعقب 6 سنين ولا 10 سنين يبالي صيانة من أول وجديد، هذا المفهوم غير موجود، لأن في تقييم وفي معايير للمقاولين والشركات وإعطائهم معايير واضحة، استدامة البنية والمساكن بشكل كامل. لأن المواطن إذا يسكن البيت نحن نبغى يكون مرتاح في بيته وفي استدامة كاملة. طال عمرك، هل هناك مشاريع قيد التنفيذ الآن؟ في مشاريع كثيرة. عندنا برنامج المدة حوالي 5 سنوات على المدى القريب، وفي عندنا حوالي 10 سنوات. المشاريع دائما الكبيرة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى أعداد أكثر. وفي نفس الوقت أنا أحب أشكر أصحاب السمو وحكام الإمارات، قاموا بعمل طيب ومشرف لنا نحن في المبادرة، وكانوا متعاونين وأعطونا توجيهات في المناطق السكنية وطريقة توزيع المساكن بشكل جيد. الأشياء هذه مهمة جدا، ولكن طبعا أنا بس بذكر المجالات الأخرى غير المساكن وغير المدارس والمستشفيات. قطاع السدود عندنا في الساحل الشرقي عبد الرحيم، تدري أن عندنا هل المناطق هذه يكون راعي بحر أو بر أو راعي زراعة، فبالتالي القطاع البحري يهمه الموانئ وصيانة الطرادات أو المكاين أو المساعدة في تسويق المنتجات هذه اللي عنده، وتم بناء بعض الموانئ حوالي 25 ميناء بما يعادل 600 مليون درهم للمشاريع دعم الصيادين. في قطاع السدود مهمة للمزارعين، المياه مهمة عندنا في الإمارات، وعندنا شح في المياه الحلوة. السدود بتساعد في توفير مياه في الطبقة الجوفية للمزارعين واستصلاح بعض المناطق وزراعة بعض المنتجات اللي ممكن تفيد المزارعين أو الموجودين في دولة الإمارات. الشق الآخر الشق البدوان اللي موجودين في المناطق الصحراوية في الإمارات الشمالية والشرقية، في تم بناء لهم بعض المشاريع في مجالهم، والمجالات كثيرة وبالأخص مجال رياضة الهجن اللي هم مهتمين فيها كثير، وتم تطوير ميادين وعمل برامج لجوائز بشكل منتظمة، فهذا شجع كثير من الناس أنهم يقومون في عمل تخصصهم أكثر، اللي في البحر في البحر، اللي في الزراعة في الزراعة، اللي في البر في البر. طبعا
طول عمر آلية تشغيل هذه المرافق والمشاريع الحيوية؟ الآلية عندنا آليتين فيما يخص المستشفيات. ترسم مناقصة عمل المشروع لمقاول، والآلية تتبعها الشق الثاني التشغيل. التشغيل في شركات تتقدم لإدارة المؤسسات الصحية بوضع معايير محددة مقابل رضاء الجمهور. يعني كل مريض إذا في كومبلين على المستشفى أكثر من نسبة معينة يتم مناقشته مع المشغل، بحيث يكون دائما المشغل حاس أن تحته عليه ضغط. هذا الشق في القسم الطبي. فيما يخص المساكن تسلم للإمارات المحلية عن طريق دواوين الحكام، ويتم النقاش بيننا وبينهم في آلية التوزيع والتشغيل. ننتقل طول العمر إلى موضوع مبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بتشكيل لجنة خاصة بقروض المواطنين، معالجة قروض المواطنين المتعثرة. طبعاً هذه المبادرة شكلت مخرجاً لآلاف الإماراتيين أبناء الوطن المتعثرين في سداد الديون المتعثرة لديهم والمتراكمة عليهم كما تعلم، لذلك تمكنوا من استعادة استقرارهم السياسي والأسري وحتى الاجتماعي. طول العمر لو تطلعنا على أبرز إنجازات صندوق الديون المتعثرة حتى هذه الساعة. السؤال مهم، ولكن الأهم يجب يكون في توعية في الإعلام المحلي، لأن أنا أشوف من وجهة نظري في تقصير من إعلامنا في الموضوع هذا. الوعي مهم جدا، وبالتالي عدم استغلال البنوك لعدم معرفة بعض المستخدمين من المواطنين كيفية وطريقة احتساب الفوائد والتسهيلات هذه. القروض في 2012 او اللي استفادوا من الصندوق هذا حوالي 1500 مواطن بما يعادل 1,300,000,000. في 2013 عدد المستفيدين من المواطنين من الصندوق 2000 مواطن بما يعادل 2,250,000,000 درهم. فبالتالي العدد بدأ يقل، لأن في تجاوب كبير من القطاع المصرفي والبنوك. وأنا أبى أذكر وأشكر كل البنوك، ولكن يجب أن نخص بنك معين اللي قام بتعاون بمبادرة رئيس الدولة في معالجة أصحاب المتعثرين في الصندوق هذا، صندوق القروض، اللي هو بنك أبوظبي التجاري. قام بتسوية مبالغ تقريبا بما يعادل حوالي 20,000,000 درهم، وكان متعاون جدا. وفي نفس الوقت نحن نطمح أن تكون البنوك الوطنية تقوم بنفس المبادرة ونفس التعاون ونفس التنسيق فيما يخص معالجة القضايا البنكية للمواطنين. طول عمر، إذا أردت أن توجه كلمة للشباب اليوم حتى لا يغرقوا ويتورطوا في قضايا ديون وتزيد من أعبائهم، ماذا يمكن أن توجه لهم طال عمرك؟ أخ عبد الرحيم، التوجيه أو التوصية أو النصيحة اللي أعطيها الأخوان والأخوات في الموضوع هذا، أن القروض هذه تعطى لاستغلال المستخدم، ونحن ندري أن البنوك عليها واجبات وإلها واجبات، ولكن إذا لا يوجد الوعي عند
المستخدم اللي هو اللي يبي ياخذ القرض، في واحد من المواطنين ماخذ قرض على الكريدت كارد. بعطيكم بس مثال، الليمت في الكريدت كارد 100,000، البنك وصل الى 580,000. هل يعقل ان هل استغلال بهالشكل يستغل المستخدم من 100,000 الى 680,000 بهالشكل؟ فبالتالي في دراسة لعمل مؤسسات تراقب المؤسسات المصرفية بشكل أكثر، وزير المالية يعرف الموضوع هذا، فالأخوان ماشيين في الموضوع والمجال هذا لمراقبة البنوك، لأن عندنا بنوك وطنية وعندنا بنوك أجنبية، ففي عندنا ضعف في بعض القوانين، نحن نحسن القوانين للمصلحة، مصلحة الدولة. والنصيحة اللي أنا أنصحها الأخوان المواطنين، لا تأخذ قرض إلا إذا أنت بالفعل محتاج أنك تأخذ قرض. أما تأخذ قرض لعمل مشروع وأنت مو محتاج المشاريع هذه، أنا أعتقد أن يجب أن الواحد يعيد النظر في أخذ القروض بشكل أكثر ويكون واعي، والمؤسسات الإعلامية يجب أن تكون عارفة وتعطي توعية في الإعلام أكثر، لأن يكون المواطن يستفيد في المعرفة، معرفة طريقة أخذ المبالغ من المصارف. طول عمر، إذا أردنا أيضا على النقيض أيضا على الجهة الأخرى البنوك، ماذا يمكن أن نوجه رسالة سريعة وكلمة سريعة للبنوك العاملة في الدولة؟ البنوك، أنا أعتقد نحن تعاملنا ويا البنوك أكثر من 4 سنوات أو 3 سنوات في الموضوع هذا. البنك إذا ما يكون عليه ضابط قانوني، ضوابط قانونية وصلاحيات واضحة، ما بيلتزم. فنحن مشينا في الفترة الماضية ويا البنوك بالتي هي أحسن، بالنصيحة، بالتوجيه، واجتماعات ونقاش وكذا. في أغلب البنوك تعاونت بشكل جيد، ولكن يجب يكون في ضوابط، في قوانين، والمصرف المركزي قايم بدراسة الموضوع ويا الأخوان في وزارة المالية في الأمور هذه. ننتقل طال عمرك إلى موضوع مبادرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة أيضا لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية، كما تعرف هي أبشر. تم إطلاق حزمة من البرامج ما يتعلق بهذه المبادرات تهدف إلى رفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني أيضا من خلال إطار استراتيجي متكامل. طال عمرك، ما هي تطلعات سموكم المستقبلية فيما يتعلق بهذه المبادرة أبشر؟ المبادرة أبشر هي شراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع القطاع الخاص أنا أود أن أشكر جميع شركائنا في القطاع الخاص لحسن التعامل والجدية في التوظيف والتدريب والتأهيل، وهذا مهم جدا. وأنا بالمصادفة كان اليوم عندي لقاء مع الطلبة المتميزين في دولة الإمارات في الجامعات الحكومية، وكان عندي لقاء طيب وكانوا متحمسين وايد، فأشكرهم على اللقاء اللي كان اليوم. وكان أغلب الأسئلة أنهم كانوا مترددين هل نشتغل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. طبعاً المزايا اللي في القطاع الحكومي اليوم أكثر، ولكن الواحد إذا تخرج واشتغل في قطاع الخاص سنة سنتين بيستفيد، فبالفائدة هذه ممكن تفتح لأبواب أخرى، والأبواب هذه تكون مشاريع خاصة فيه. ونحن مندعم حتى لو مواطن يشتغل في مشروع خاص فيه لتنمية الاقتصاد الوطني يجب أن يدعم، لأن كل واحد في مجاله نحن نعتبره ثروة لنا. فبالتالي
فبالتالي التجارب هذه مهمة. المفهوم أن دائماً والله لا لازم أشتغل في وزارة، في دائرة، في مؤسسة حكومية، لا أشتغل وأخدم البلد. وأنا بس بعطيكم بعض الأرقام. نحن مبادرة أبشر لها فترة معينة وتم تحديدها 5 سنوات من انطلاق المبادرة هذه، وتم تعيين اليوم بما يعادل 4000 مواطن ومواطنة في القطاعات الخاصة وقامين بعمل جيد. ولكن بعطيكم تجربة عندنا صارت في مكتب بعثات صاحب سمو رئيس الدولة. مكتب البعثات عمره 15 سنة، يبتعث طلبة للجامعات خارج دولة الإمارات. وأول ما تأسس المكتب البعثات هذا جتنا طالبة، وهي أول طالبة إماراتية تدخل وتتقدم أنها تروح لأمريكا قبل 15 سنة نتكلم. فتم قبول الطالبة لأنها كانت طالبة متميزة في الثانوية العامة وراحت تدرس في أمريكا، وبعد دراسة طويلة في تخصص الطب. تخصص الطب هذا يحتاج إلى دراسة وعمل، فأخذت فترة طويلة. بعد ما خلصت قالت وين ممكن تشغلوني، في أي مستشفى، في أي مؤسسة صحية؟ قلنا لها ما مندخلش في القطاع الحكومي. استغربت، يعني معقولة أنا صلي 15 سنة أدرس في أمريكا متغربة آخر شيء ما تشغلوا في الحكومة؟ قررنا الله يطول عمرك أن نخليها تسوي مشروعها الخاص فيها هي، وتبنينا مشروعها وقامت بتأسيس مشروع أو شركة في أمريكا، وخذت براءة اختراع عن الجهاز اللي قامت بعمله في أمريكا. وهذه الطالبة إذا تسمح لي طول عمر، الطالبة اسمها الدكتورة حواء المنصوري. بتعطيكم طول عمر بريف بسيط عن تجربتها وتخصصها في المجال هذا. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعوته لي لحضور القمة الحكومية 2014، ويشرفني أن أكون متواجدة معكم في هذا العرس الحكومي الكبير. أنا الدكتورة حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري، بدأت رحلتي الدراسية بمنحة من صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، حيث تم إيفادي لدراسة تخصص الطب، وتخصصت في مجال الغدد الصماء. خلال فترة دراستي عملت كطبيب مقيم في جامعة جورج واشنطن، وكنت أول طالبة غير أمريكية تتخرج من كلية الطب في جامعة واشنطن، وحصلت أيضاً على البورد الأمريكي في الباطنية، وأعمل حالياً على مشروعي الجديد. قمت باختراع وتصميم أنبوب قسطرة مطور عن الأنابيب المتوفرة حالياً، مما سيسمح بتوفير الوقت في عمليات القسطرة وأكثر راحة على المريض. وبدعم كبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قمت بإنشاء شركة تقوم بإنتاج أنبوب القسطرة المطور، ونقوم حالياً باعتماد الاختراع من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وبعد الاعتماد إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتج أنبوب القسطرة في الإمارات، وذلك بأيادي إماراتية في شركة إماراتية. وأنا ممتنة لكل الدعم الذي وفرته لي قيادة الإمارات طوال السنوات الطويلة هذه، داعية من الله سبحانه وتعالى أن أرد الجميل لوطني. شكراً. طول عمر نعرج على ما يعرف بالربيع العربي في ظل التحديات التي عاصرها وطننا العربي الكبير. لوحظ خصوصاً في دولة الإمارات تلاحم كبير ما بين القيادة
والشعب في وجه التدخلات الخارجية وأيضاً الأفكار المتطرفة. سمو الشيخ منصور، الكلمة التي توجهونها بهذا الشأن. أعتقد اللي استخدم كلمة ربيع غلط فيها أو كان مستعجل وايد. الحمد لله دولة الإمارات تاريخياً وليس اليوم، ولكن نتكلم من التاريخ. الشعب الإماراتي مترابط مع حكامه وقيادته بشكل دائم، لأن الحكام يتواصلون ويا شعوبهم بشكل مفتوح وبدون رسميات، فهذا عنصر أساسي ومهم. تجربتنا في دولة الإمارات تجربة واقعية، يعني نحن ما نبي نبالغ فيها. القيادة تتواصل، تتكلم، تزور، ينزارون، فهذا خلق تلاحم كبير مع القيادة في دولة الإمارات. الربيع العربي اللي صار في بعض الدول العربية، نحن ندري أن الثورات هذه ثورات شعبية، ولكن دائما الواحد لما يقوم بثورة ولا يحط مصطلح ربيع عربي يجب أن يكون فيه نتائج جيدة. نحن نأسف أن الأوضاع في الدول العربية وصلت إلى المرحلة، ونقول عسى الله إن شاء الله يوفقهم لاستقرار بلدانهم وإرجاع الدول إلى ما كانت لا قبل وأفضل كتنمية. ويمكن بعض الدول ما يبون قياداتهم، قياداتهم نحن ما نتكلم عنها، نحن نقول تنمية الدول. تنمية الدول نحتاج أن الدول العربية يكون فيها تنمية أكثر، فيها تواصل أكثر، فيها تقارب أكبر. والمؤتمر هذا أنا أعتقد أن مهم أن نشوف الحضور العربي موجودين عندنا في دولة الإمارات، ونرحب فيهم كلهم، ونبى نتبادل تجربتنا نحن في دولة الإمارات، ونبى نستفيد من أفكارهم. هم سابقين في أشياء كثيرة، ولكن نحن طبقنا بعض الأشياء ونجحنا فيها. يجب أن نحن نستفيد من تجاربهم، وهم يستفيدون من تطبيقاتنا اللي موجودة في دولة الإمارات. فأشكر جميع المنظمين اللي قاموا بعمل المؤتمر هذا وفتح المجال للأخوة العرب للحضور والنقاش والحوار بشكل عملي، وإن شاء الله هالنتائج تكون مفيدة لجميع الحاضرين إن شاء الله. طول العمر صندوق أبو ظبي للتنمية يساهم بنسبة 22% من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية منذ لعام تحديداً 2012، بلغت كما تعلم 5 مليارات وأكثر من 800 مليون درهم. ما هي سياسة الصندوق في تقديم المساعدات التنموية؟ صندوق أبو ظبي للتنمية يقوم بعمل مشاريع ودعم القروض الميسرة، يعني القروض الميسرة القروض الطويلة لدول صديقة لدولة الإمارات وقريبة ودول محتاجة في مشاريع تنموية بشكل أساسي. والقروض هذه لما أقول أن ميسرة أن تكون الفوائد فيها أول 5 سنوات تقريبا صفر، ومن ثم بعد 5 سنوات تبتدي تحط المعايير على البنوك التنموية، ونفس المعايير تطبق في كل دولة على تصنيف الدولي. ولكن الصندوق أبو ظبي في الفترة الأخيرة بناء على توجيهات صاحب سمو رئيس الدولة وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد تم رفع رأس المال الصندوق إلى 16 مليار، ومن ثم فتح مجال
لعمل مشاريع تنموية في دولة الإمارات، وهذا مهم جداً أن الصندوق ممكن يمول مشاريع تنموية في دولة الإمارات. والشق الآخر عندنا مصرف الإمارات التنموي. مصرف الإمارات التنموي هذا في الأساس كان مصرف الإمارات الصناعي ومصرف الإمارات العقاري، وتم دمجهن مع بعض ورفع رأس المال إلى 10 مليار بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على أن يكون المصرف هذا يقوم بتمويل أيضا للمشاريع التنموية في دولة الإمارات. وهذا أنا أعتقد يعني في الفترة 2014 أو 15 بيقوم بعمل المشاريع الأولى التنموية لدعمها في دولة الإمارات. ننتقل إلى السؤال الآخر متعلق بإصدار مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية. هذا القرار الذي جاء بموافقة مجلس الوزراء على إصدار مشروع القانون لاقى ترحيب كبير لدى الشباب الإماراتي، باعتبار هذا عمل وواجب مقدس لحماية مقدرات ومكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة. ما هي الكلمة التي توجهونها للشباب بهذا الخصوص؟ طول عمر اليوم كان عندي اللقاء ويا طلبة الجامعة، وأغلب الطلبة كانوا طالبات حوالي 70%، وكانوا يشتكون على القانون هذا لأن ما سمحنا للبنات يدخلوا في العملية اختيارية هي، فقالوا لا نحن نبى ندخل قبل الأولاد. المشروع القانون مشروع مهم، وبالفعل بيتم الطلبة الشباب من سن معين بيكونوا مجبورين أن يدخلون في الخدمة الوطنية، أما البنات بيكون عملية اختيارية بس الظاهر بيكون أكثر عن الرجال. المشروع هذا أخ عبد الرحيم المهم لصقل الشباب الإماراتي وهو شاب في الخدمة العسكرية، وإعطاءه وهو شاب العمل والضوابط العسكرية. ومهم جدا أن الإنسان وهو شاب يدخل في المجال هذا، يعني الضبط والربط والانضباط وعملية الخدمة في المجال الوطني مهم جدا. وكثير من الأسر الإماراتية خاصة الأمهات استانسن قالوا على الأقل بتخلون عيالنا بتحفظونهم شوي. تتنوع طال عمرك أشكال التعاون بين قطاع بالجهات القطاع الخاص والقطاع الحكومي العام فيما يتعلق بتقديم الخدمات وإدارتها أيضا وتمويلها. هناك العديد من مظاهر لهذه العلاقة التي تحدثنا عنها، يتمثل في خدمات الماء والكهرباء وأيضا البريد والصحة. ما هو تقييمكم لمستوى الشراكة الحالية مع القطاع الخاص؟ فيما يخص التعاون والتنسيق مع القطاعات الخاصة مستمر بشكل كامل، وتم تكليف المؤسسة الاتحادية في قطاع الماء والكهرباء لتطوير البنية التحتية بشكل كامل في جميع الإمارات. ومعالي الأخ وزير الطاقة قائم بمجهود طيب في تطوير البنية التحتية في الخدمات الكهرباء والماء، ولكن مهم أن نعرف أن نسبة زيادة الطلب السنوي عندنا في الإمارات زيادة عالية جدا، فبالتالي ما أصبحت النسبة الزيادة هذه نتكلم على 5% أو 7%، وصلت في بعض الأوقات إلى 12%. فبالتالي تم تنسيق مع بعض الإمارات بشكل أوضح أن تعطى المؤسسة الاتحادية بخطة واضحة لمدة 10 سنوات، تلتزم الهيئة الاتحادية بإمداد الماء والكهرباء
في جميع القطاعات والشرائح في الإمارة، وفي نفس الوقت النسبة تكون واضحة، لأن النسب العالية هذه كانت مو موفية عند المؤسسة أو مؤسسة الهيئة الكهرباء والماء أن تمد الأرقام هذه، فبالتالي التنسيق هذا كان جيد ومهم. البنية التحتية في الإمارات عندنا في القطاع الماء والكهرباء تم تجديدها بمشاريع في 2013 و2012 والآن 2014، مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع الماء والكهرباء، وهذا مهم جدا لأن عندنا خلال 20 سنة المقبلة طلب عالي جدا، فبالتالي من الآن قاعدين يشتغلون الإخوان مو مقصرين. طول عمر نحن تقريبا خلصنا الأسئلة، لكن لا يمكن أن يتواجد سمو الشيخ منصور في أي لقاء دون الحديث أو نعرج فيه على اهتمام سموكم بالرياضات والمهرجانات التراثية، سباقات الهجن، الصيد بالصقور، الخيول والرياضات الأخرى. حدثنا سموك عن الرسالة التي تطمحون من خلالها وعن طريق هذه الرياضات بإيصالها ودعمها أيضا في المجتمع. بتكلم في البداية عن الرياضة الشعبية عندنا في دولة الإمارات، رياضة سباقات الهجن. وسباق الهجن رياضة مهمة جدا، وبعطيكم خلفية. قبل 10 سنوات أو 8 سنوات أعتقد كان عندنا في دولة الإمارات كل راعي مطية يستخدم الرشبي العادي أو الجوكي، وصارت بعض التحفظات من بعض المنظمات قالوا شو الرياضة الشعبية في دولة الإمارات؟ قالوا والله الهجن. زين خلونا نخرب على الجماعة هذيلا برياضة الهجن، خليهم نمنع الرشبي، لأن الرشبي عمره أقل من العمر المصرح في العمل. فبالتالي صارت ضجة كبيرة أن دولة الإمارات بتمنع استخدام الرشبي العادي في الرياضة الشعبية الأولى. جت شركات غربية وحطوا رشبي لكن وزنه 30 كيلو، حول 30 25 30، ما اقتنعوا هالأرشاب. وأيضا عندنا مواطن قام باختراع الرشبي اللي تشوفه اليوم وزنه 1.5 كيلو، الكيلو ونص الرشبي هذا في البداية كثير من الناس ما اقتنعوا فيه. فمرة اتصل في الشيخ محمد بن راشد قال لي في عندنا واحد معارض للفكرة هذه، ايش رأيك طرشة عندك؟ قلت له زين طول عمرك طرشة، لكن نحن بنخليه يجرب. وخليناهم يجربون الرشبي لمدة شهر، وعقب ما جربوا الرشبي لمدة شهر ونجحت التجربة هذه سنة سنتين 3 سنوات، اجتمعنا وياهم نفس المجموعة اللي كانت معارضة، قلنا لهم يا جماعة نحن وصلنا إلى اتفاق وتسوية مع المؤسسات الدولية، وقلنا منرد لكم الرشبي الأولي. وكان اعتراض قوي جدا، قالوا دخيلك فكونا من الرشبي الأولي، من توي الرشبي هذا. اللي أنا بقوله في الرسالة هذه أن التحدي نحن بطبيعتنا موجود، نحب التحدي. يعني الحياة هذه كل يوم فيها تحدي، وكان التحدي الأكبر أن كيف نقنع البدوان في رياضة الهجن، في الرياضة اللي تمسهم بشكل مباشر، نقنعهم أنهم يتقبلون الفكرة هذه. والحمد لله تقبلوها
وكانت بتجربة واختراع وابتكار إماراتيين، وهذا مهم جدا في الموضوع هذا. لكن تم تطوير الرياضة هذه أكثر وتحسينها، ودائما نحن ندخل في مبادرة جديدة، والعام كان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد، كنا وياه في مقناص واتفقنا على أن يكون في نظام الشرايح، ينحط في رشاب، وهاي الشريحة بتقول لي ليش ولا شو فائدتها؟ هذه تميز نوعية المطية وتحط فيها سنها ونوعها والبادجري مالها أو السلالة، فهذا يميز ويحافظ على سلالات الهجن عندنا، وهذا مهم. ونحن ماشي في الاتجاه السليم، الاتجاه لتحسين وتطوير وإيصال الرياضة الشعبية هذه إلى رياضة فيها احتراف أكثر، والإخوان هل الهجن الآن بدأوا يتقبلون المبادرات اللي تطلع، لأن يدرون أن نحن ماشي في مجال أو الاتجاه السليم. الشق الثاني للسؤال موضوع سباقات الخيل والهواية هذه. نحن عندنا سباقات الخيل هواية قديمة جدا، وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد شجعنا عليها، وكل ما نغفل شوي العيال عندنا في البيت ينبهوننا، لأن فيهم دم يدهم. وفي نفس الوقت أنا أشكر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، غير دعمه للرياضة الخيل ومتابعته وحرصه، عنده الروح الرياضية العالية، يتقبل فوز الفرق الثانية حتى لو هو شخصيا ينافس، عنده الروح الرياضية والتشجيع ويهنيك أول واحد، فهذا طول عمر بصراحة أشكرك عليها. سمو الشيخ منصور، طبعاً نحن وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، لكن أعتقد هناك كلمة أخيرة تود أن تطرحها خلال هذا اللقاء. الكلمة الأخيرة أود أن أطرحها لجميع الحاضرين في المؤتمر هذا، أن اليوم نحن مجتمعين ونبى نستفيد من تجاربكم اللي اشتغلتوا فيها، ونبى نتعاون وياكم في كل المجالات، واعتبروا دولة الإمارات بلدكم الثاني لتطبيق وتنسيق وزيارة على العين وعلى الرأس في الإمارات، وحياكم الله. أعتقد هناك مبادرة ترغب في إطلاقها خلال هذه القمة. عندنا طول عمر، إذا سمح لي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، عندنا مبادرة اهتمام. المبادرة هاي طول عمر تخلي جميع شرائح المجتمع الإماراتي أنهم يقومون بالتعاون في طرح الأفكار والمبادرات والتنسيق وإعطائنا للآراء. فمسوين طول عمر موقع، ونتمنى منك طول عمر تشريفك لافتتاح وإعلان بدايته هذا الموضوع. نتمنى من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تواجد على أرضية المسرح لتدشين المبادرة بمعية سمو الشيخ منصور بن زايد. بس على السر طول عمر نبقى مباركات فيها. اهتمام للابتكار المجتمعي.
أقرب مني.